تتبع هذا القيادي في الحرس الثوري الإيراني الذي أعلن بداية بأن هناك شخص مجهول الهوية قتل، تبين وتأكد بأنه القيادي في الحرس الثوري الإيراني سيد رضا موسوي، أو رضا موسوي حقيقة الأمر، الذي كان مقرب من قاسم سليماني وأيضا مقرب من حسن نصر الله قائد حزب الله اللبناني، قتل بمزرعة عائدة لحزب الله اللبناني قرب السيدة زينب، وأصيب 4 من مرافقيه.